لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، رفقاء الطريق لعبور جسر التعب، أشعرتم بشيء أثناء رحلتنا هذه منذ بدأنا تدارس المنشطات وجرعات الجدية؟ هناك سمة عامة وغالبة يلحظها من يطالع تلك الدلائل السابقة. إحنا تقريبا من أول ما بدأنا الدورة ذكرنا حوالي 20 جرعة من جرعات الجدية وتنشيط الهمة. ماذا لمست فيها؟ حد يعرف يجاوب؟ إيه اللي أنت ممكن تستشفه من ذكر العشرين جرعة دي أو العشرين دليل؟ أو إيه السمة العامة، إيه السمة الغالبة للعشرين جرعة دول؟ حد يشارك معنا؟ علو الهمة، المجاهدة. جميل، إجابات جميلة. ها، في إجابة تانية؟ الصبر على العباد. هي في الحقيقة إجابات صحيحة، ولكن هناك معنى آخر يعني يربط هذه الدلائل جميعا، وهو أن العبد يشعر أنه مقيد، أن العبد يشعر أنه مقيد محاط بأوامر ونواه، وعليه الامتثال والاستجابة، بخلاف حال الكفرة. هم مطلوقون. يعني مطلوقين؟ يعني مفيش حاجة، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء على الحال التي يشاء. أما المسلم فهو مقيد بالأوامر والنواهي، بالضوابط الشرعية. وهذا ما عانيته في آخر الحلقة السابقة واللقاء السابق. بإيه فاكرين لما قلت لكم عنوان الدرس اللي جاي؟ أسبوع بس عد. السجن الكبير. السجن الكبير، السجن الكبير يقصد به الايه؟ الدنيا. وهذا في حديث مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده الدليل 21. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حد يعرف يقول لنا يعني ايه الدنيا سجن المؤمن؟ اتفضل. سجن المؤمن يعني هو في حاجات في حاجات ممنوع منها، قصدي تمام. طب الحاجات اللي المؤمن ممنوع منها في الدنيا دي اللي هي ايه؟ الشهوات كلها. ما تجوزش ولا ياكل، يعني المحرمات. طيب تمام. تمام. كل مؤمن مسجون، يعني ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة. المحرمة تبقى حرام والمكروهة تبقى مكروهة. مكلف بفعل الطاعات الشاقة. أنا عايزك تاخد بالك من كلام الإمام النووي، بيقول ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة. شوف وصف الطاعة بأنها إيه. عايزين نفهم طبيعة حياتنا وطبيعة الوظيفة اللي احنا كلفنا بيها، عشان ما حدش يفهم ان الاسلام دين التيسير وديننا ما فيهوش المشقه لا، مش بالصوره اللي انت فاهمها، اللي انت تتكاسل عن العباده او ما تاديش العباده كما ينبغي، خدت بالك، او ما تجاهدش نفسك في فعل الطاعات حتى من النوافل وكانك غير مخاطب بهذه التكاليف. لا، الامر ما هوش كده. وتزعم وتظن بعد هذا كله انك من اهل الفردوس الاعلى، او عايز توصل للفردوس الاعلى. اين انت من المجاهده؟ لازم تفهم ان الطاعة فيها سنة مشقة، فيها تعب، الفرائض والنوافل كما قدمنا. يقول مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات إيه؟ استراح من هذا. يبقى الراحة إمتى؟
الموت، وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. يبقى أنت هنا في الدنيا مع العبادة ولو كان فيها مشقة بس في سعادة وراحة، بس الراحة الخالصة بقى الراحة التامة فين؟ في الجنة. وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا. يعني الراحة بتاعت الكافر مش في الآخرة بقى بخلاف المؤمن. الراحة بتاعت الكافر فين؟ اللي هي الرسول وصفها له بأنها إيه؟ جنة. بالنسبة للكافر هو في جنة. طيب اللي حصل له في الدنيا ده أيضا مع قلته وتكديره بالمنغصات، يعني مش راحة إيه؟ مش تامة. ليه؟ لأنه قليل. أكتر واحد عاش على وجه الأرض عاش كم سنة؟ أو حيعيش كم سنة؟ 150 سنة، 2000، 3، 5، 10، قليل بالنسبة لعمر الإيه؟ لعمر الدنيا. وما تقارن الدنيا بالنسبة للآخرة ولا حاجة. تمام كده؟ غير كده كمان مع القلة في منغصات، في أمراض صح كده؟ وفي ابتلاءات وفي مشقات، عشان هو يحصل الراحة دي لازم يتعب ولازم يكدح، لكن الجنة ما فيهاش كده خالص. تمام؟ لذلك يقول مع قلته وتكديره بالمنغصات. فإذا مات لو الكافر بقى صار إلى الإباء إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. وقال المناوي رحمه الله في شرح الحديث: الدنيا سجن المؤمن لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة فكأنه في سجن، والكافر عكسه فكأنه في إيه؟ في جنة. وقيل كالسجن للمؤمن في جنب ما أعد له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم. ده ملمح تاني، ده التفسير التاني للحديث. التفسير الأول إن الدنيا سجن بالنسبة له بسبب إيه؟ التكاليف الشرعية، الأوامر والإيه؟ التفسير الثاني الدنيا سجن بالنسبة له بالنسبة لما أعد له في الآخرة من الثواب والنعيم المقيم. وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له في الآخرة من الإيه؟ من العقوبة والعذاب الأليم كما في تحفة الأحواذي. وقد ذكر المناوي رحمه الله في شرح الحديث حكاية لطيفة، قال: ذكروا أن الحافظ ابن حجر لما كان رئيس القضاة يوما، كان فين ده؟ في مصر. لما كان رئيس القضاة يوما، لما كان رئيس القضاة مر يوما بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة، فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار. تعرفين الزيات يبقى ليه ايه؟ ريحة وشكل. تمام؟ وده مش زيت عادي كمان، ده زيت ايه؟ الزيت الحار. وأثوابه ملطخة بالزيت، هو في غاية الرثاثة والشناعة. فقبض على لجام بغلته، مسك الدبة بتاعت شيخ الإسلام كده ابن حجر، وقال: يا شيخ الإسلام، لا تخافوش، مش هو مش عايز يعتدي عليه، وعنده ايه بس؟ سؤال. عنده سؤال. قال: تزعم أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأي سجن أنا فيه؟ فأي سجن أنت فيه؟ وأي جنة أنا فيها؟ سؤال برضو. بيقول له: أي سجن أنت فيها؟ القاضي القضاء وشيخ الإسلام وأبها والناس والحشم والخدم والحرس، وإنت أديك شايف أنا إيه؟ وأي جنة أنا فيها؟ فأجاب الحافظ: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم، يعني بشرط الوفاء على الإيه؟ على الإسلام، كأني الآن في سجن. معنى كده؟ تاني الإجابة: أنا بالنسبة لما أعده الله لي في الآخرة من النعيم بشرط الوفاء على الإسلام، كأني الآن في إيه؟ في سجن. وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم بشرط الوفاء على الكفر، كأنك في إيه؟ فأسلم. ليه؟ يعني هتبقى هنا وهناك. ايوه بالظبط، انا نهار عليك، هتبقى هنا وهناك. اختار الايه؟ اختار الاخره. وفعلا واختار الدنيا برضه، لان السعاده لا تكون الا لاهل الاسلام. راجل حسبها صح، بيفهم. طبعا هداه الله سبحانه وتعالى في الاول يعني قبل ذلك، لكن فعلا اي كافر لديه مسحه من العقل لو فكر لادرك ان ما هو عليه باطل. فمن لم يكن مسلما فهو كافر، دي حقيقه لابد ان تكون مستقره في القلوب. وأي كافر فلا بد أن يكون في شقاء. لا تتم أبدا سعادة للإنسان إلا بالإسلام، وأهل الإسلام متفاوتون في السعادة بقدر تمسكهم بهذا الدين. في اللي عنده 10% واللي 50 واللي 100 حسب
قيامه بهذا الدين تكون سعادة، والسعادة الكبرى والسعادة التي لا شقاء فيها ولا منغصات ولا شيء، إنما تكون في الإيه؟ في الآخرة. ولا شك يا إخواني أن المؤمن إذا استحضر، هنا بنجيب بقى الدليل ده ليه، إذا استحضر أنه في الدنيا في سجن كان هذا عونا له على قطع أيامها وتجاوز عقباتها، فليست هي المستقر، إن هي إلا معبر وممر، ممر فيه من التعب والمشقة ما فيه. حين يصبر المؤمن على هذا كله فإن الراحة تعقبها. أنت وأنت بنقول إحنا عايزين نعبر جسر التعب، عايز تتغير، عايز تبقى شيء متميز، يبقى في شيء متميز في حياتك، في العلم مثلا وطلب العلم، في العبادة والاجتهاد فيها، في الدعوة إلى الله والأعمال الخيرية مثلا، حتى في المجال الدنيوي، واحد في دراسة أو في تجارة عايز يكون متميز، بدون تعب مش هتوصل، بدون مشقة مش هتحصل التميز ده، صح ولا لا؟ فأنت لما تفهم أن الدنيا عبارة عن سجن كبير، تفهم طبيعة الدنيا، ده هيبقى داعي ليك اللي انت لازم تتعب ولازم تجتهد، وده هيبقى سبب من الاسباب اللي هتصبرك على اللي انت فيه. لكن لما واحد مضحوك عليه ومفكر ان الدنيا دي ده دار النعيم والراحه والسعاده، لا، ما انت كده مش هتجاهد اصلا نفسك، مش هتتحمل شيء. فعشان كده الحديث ده بيوقفنا فعلا على حقيقه الدنيا حتى نحسن المسير الى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم، ودي اجابه بقى لسؤال لو انت سالت طب اعرف ازاي انا في الدنيا في جنه ولا في سجن، أعرف إزاي، أميزها إزاي، كيف أعرف؟ اكتب السؤال كده، كيف يعرف العبد هل هو في سجن أم في جنة؟ الإجابة من كلام ابن القيم، والكلمة دي في غاية الخطورة. قال رحمه الله: طالب الله والدار الآخرة، يعني اللي هو غرضه وهدفه رضا الله، عايز الآخرة، عايز ربنا يرضى عنه سبحانه وتعالى، كيف يستقيم بقى له سيره؟ قال: لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسين. يبقى هو ده ميزان الحكم عليك، تعرف إزاي أنا في سجن ولا في جنة؟ إلا بحبسين. قال: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. هو هنا ابن القيم هيقول ان الانسان لازم يبقى في حبس، وهيوزع ويقسم الحبس ده على الجوارح، بدا بالايه؟ بالقلب. انت تعرف هل انت فعلا في سجن ولا لا عن طريق كده، شوف قلبك هل هو محبوس على ما يطلبه من رضا الله والدار الاخره. هل انت قبل كل عمل، قبل ما تقدم رجلك، بتسال العمل ده يرضي ربنا ولا يغضبه، في حسنات ولا في سيئات؟ في ناس مش في دماغها الموضوع ده ولا ما فيش، بيعمل اللي هو عايزه، صح، ومسلم بس بيعمل اللي هو عايزه. وفي ناس تانية لا، ما يقدرش يخطي الا ما ايه، يسال. ما عنديش علم، اسال مشايخ، اسال اهل العلم، البيع ده حلال ولا حرام. لكتير من الناس يبيع ويشتري وبعد كده يسال، يقول له ده ربا، طب اعمل ايه؟ يقول له ملهاش عمايل، خلاص هتعمل كذا كذا. طب انا عايز اخلص، ملهاش، ما تخلصش الا كده، هتفضل في اثم لحد ما طب ما انت السبب، خدت بالك؟ حتى العبادات، بعض الناس يؤدي العباده ويغلط. كنت مره في المسجد النبوي، فالبعض طلبه العلم والدعاء بيتكلم في فقه الحج والعمره وكده، ففي ناس مصريين كانوا حجوا وبعد ما خلصوا المناسك في مكه رايحين المدينه يعملوا ايه بقى؟ زياره بقى، زياره المسجد النبوي والكلام ده. فسمعوا كلام، قالوا والله احنا ما عملناش ده وما عملناش ده وما عملناش ده، خدت بالك؟ طب نعمل ايه؟ هيسأل بقى الشيخ، هيقول له عليك كذا وعليك دم في كذا. الله 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 الله، طب وايه اللي وقعك في كده؟ انت ما سألتش، انت جيت حج، والحج ده ركن من اركان الاسلام، وممكن تعمله مره واحده بس في ايه؟ ما كلفتش نفسك تسأل وتدرس ايه احكام الحج، ايه احكام المناسك، ازاي استمتع بها وتلذذ، ازاي احصل اكبر فايده واكبر ثمره. لا، كتير من الناس يكلفش نفسه ويغلط وايه، يقول لك صلح لي بقى اعمل ايه. طب انت ايه اللي وقعك في كده؟ يبقى لازم عشان تبقى فعلا في صدق للإنسان، أنت قلبك يبقى دايما ملتفت للآخرة، أنت مركز. عشان كده دي حاطط بين قوسين كده التركيز في الهدف، هدفك كيف حياتك، اللي هو الهدف الأساسي الاستراتيجي العام اللي بتتفرع منه أهداف تانية، ما فيش أي مشكلة. هدفك إيه؟ ها؟ هدفك إيه في الدنيا؟ رضا الله. عايز إيه بس؟ عايز ربنا يرضي عني. يرضى عنك بقى بإيه؟ دي حاجات بقى كتيرة قوي، تمام. يبقى بيقول هنا: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، طلب رضا الله، مطلوب الجنة والدار الآخرة،
يبقى ده أمر إيجابي يعمله، وحبسه عن الالتفات إلى غيره. ليه؟ لأن الشيطان بيوسوس والنفس أمارة. فقال الإنسان يقول لك آه الحمد لله أنا ماشي، بس الشيطان مش هيسيبك، عايز يعمل فيك إيه؟ يصرفك، يخليك تنحرف، يخليك تتغير. ممكن تحصل أزمة مثلا ويتضيق عليك، تتفصل من الشغل أو مش لاقي شغل، يتعرض عليك شغل حرام، أو مثلا عايز يوسع التجارة بتاعته أو السكن بتاعه، يقول لك طب ما ناخد قرض من البنك وأجيب شقة تمليك بدل الشقة الإيجار. خدت بالك؟ وده أنا مضطر، هو بقى عمال يفتي إيه؟ يفتي نفسه معايا كده، خدت بالك؟ لا، الأمور ما بتجيش كده. أه حتى لو أنت مستقيم وملتزم أو عندك أصل أو كمال واجب للاستقامة، لكن في كمال مستحب. خدت بالك؟ وفي شيطان بيوسوس وفي نفس أمارة، لا تاخد بالك اللي أنت ممكن تتغير. ممكن النية تتقلب. خدت بالك؟ ممكن الالتزام يتلاشى، يضعف. تمام كده؟ لو الإنسان ما كانش عنده متابعة للالتزام، ما كانش عنده اهتمام بدينه، خدت بالك، ما كانش عينه على الإيمان اللي موجود في قلبه، ممكن الشيطان يسرق، ممكن الشيطان يختلس. مش الالتفات في الصلاة النبي سماه إيه؟ اختلاس. مين اللي بيختلسه؟ الشيطان. من صلاة مين؟ يعني بيقلل الثواب بتاعه ولا بيزوده؟ أما بالك بقى غير كده بقى، اختلاسات الشيطان في حياتك شكلها إيه؟ هو متضايق جدا منك اللي انت ملتزم ومستقيم وعمال كل يوم تزيد، عايز يرجعك بقى لورا، يرجعك للحياه اللي انت كنت عليها، اللي عامله زي حياه الجاهليين دي، اللي يصحى وقت ما يحب ويصلي مش مشكله، ما يصليش مش مشكله، يشرب ما يشربش، يشتم ما فيهاش حاجه، الدنيا عنده ما فيش ضوابط، ما فيش قيود. فلازم تاخد بالك من قلبك، لان القلب هو المحرك، القلب هو القائد. عشان كده كتير يا جماعة نبهتكم وقلت لكم يا جماعة ادرسوا أسماء الله الحسنى، اكتب الواجبات اللي بقولها لك دي، ادرس أسماء حسنى، اسمع شروح العلماء لأسماء الله الحسنى عشان تزود معرفتك بالله. لأن في الحقيقة السلوك مرآة الفكر، بقدر الكم المعلومات اللي عندك عن ربنا هتكون استقامتك، هيكون حرصك على المجاهدة، وهيكون حرصك على الاستقامة والاجتهاد فيها وتحسين عباداتك. خدت بالك؟ اسمع عن اليوم الآخر سلاسل واقرأ عشان يبقى فيه دافع كده وحافز وركعة يحسسك ان الدنيا دي مش هي الهدف، ده فيه آخرة مستنيانا، ده فيه جنة وفيه النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. اوعى تغتر بيها، انت هتموت، ممكن كل اللي انت بتعمله ده تسيبه وتمشي، والمال اللي انت جمعته من حرام ده هيستمتعوا هم بيه وانت اللي هتشيل. لا، يوم اخر ده مهم جدا. عشان كده تلاقي ايات القران امن بالله على طول متكرره، وايه واليوم الاخر ده، دي اللي انا بسميها اللي بتقوم البطاريه، البطاريه اللي هتخليك بعد كده تطلب علم، تخليك بعد كده تجتهد في العباده، تخليك يبقى لك نشاط في الدعوه. لازم الاثنين دول، سماعا اليوم الاخر، سماعا اسماء الله الحسنى وشرحها، وسماع عن اليوم الآخر، يبقى عشان القلب يفضل على طريق الاستقامة مع الأسباب الأخرى الكثيرة. إيه كمان؟ وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. وأظن ابن القيم ذكر اللسان هنا لأن اللسان أخطر الجوارح بعد القلب، أخطر الأعضاء. وفي حديث بيربط لنا بين استقامة القلب واللسان، فاكرينه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. علاقة وطيدة. أنت لقيت نفسك لسانك مفيش ضابط عليه ولا رابط، زيبة على نميمة، على كذب، على ألفاظ فحش بتساير أصحابك في القعدة عشان يحسوا اللي أنت ولد إيه، خدت بالك؟ اعرف أن كده الإيمان فيه خلل، القلب فيه مشكلة، فيه مرض. لأن اللسان بيجيب منين؟ لو استقام ده هيستقيم ده، إنما نحن بك، الجوارح بتقول كده للقلب أو لللسان، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت. واللي بيغير اللسان استقامة واعوجاج هو الإيه؟ هو القلب. فلازم تشوف لسانك أخباره إيه؟ هل أنت حابس اللسان ده وشغال به فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو حتى في المباحات وبقدر وبتنصرف عن اللغو، شغال بالحاجة اللي تزيد إيمانك ومعرفتك، ولا اللسان عمال يتكلم وخلاص؟ وخصوصا النساء، للنساء بيتكلموا في اليوم أكتر من الإيه؟ من الرجالة، زي ما أهل التخصص بيقولوا. فأخبار لسانك إيه؟ بتجمع بيه، بتحصد بيه حسنات، ولا عمال تحصد بيه سيئات اللي هي حصائد الإيه؟
اللسان، حصاد اللسان ده هتشوفوا يوم القيامة شكله ايه. طب ايه كمان عشان اميز انا في سجن ولا لا؟ وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات. يقصد ايه بالشهوات هنا؟ المحرمة. وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات. طب يبقى حبس عن الثاني وحبسها على، يبقى حبس عن يعني يعمل ولا ما يعملش؟ ما يعملش. وحبس على يعمل، يلزم. وحبسها على الواجبات والمندوبات. الجوارح بقى انت عارف، العين يستعملها فيما أحل الله من النظر للحلال المباح، أو ما أحب الله سبحانه وتعالى من قراءة قرآن أو تفكر أو اعتبار أو غير ذلك. الإيد، الرجل، وهكذا. الجوارح تبقى محبوسة عن المعاصي ومحبوسة على الطاعات، سواء كانت واجبة أو مستحب. يقول فلا يفارق الحبس، من يكمل؟ حتى يلقى ربه، فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. ومتى لم يصبر على هذين الحبسين؟ في ناس كده؟ في بيكفروا؟ آه في بيكفروا. وفيها بيكفروش مسلمين؟ آه بس يعني فاتح لنفسه قوي يعمل اللي هو عايزه، ممكن يموت على الإسلام بس يعني حمله تقيل قوي، ربنا يعفو عنا وعن المسلمين. هو المهم ما صبرش. متى لم يصبر على هذين الحبسين؟ إذا اللي بيفطر في رمضان، هو الصيام في رمضان مشقة تخلي الناس تسيبه مثلا ما تقدرش تحملها ولا تقدر؟ تقدر. وشفتوا المرة اللي فاتت الصحابة تحملوا كام؟ حوالي 23 ساعة وصبروا، صح كده؟ لكن هو ما ايه، ما جاهدش نفسه، مش عايز، شايف ان ده وجع دماغ وعايز ايه يريح دماغه. فهو في الحقيقة بيريحش دماغه، ده كده ايه، بيتعب نفسه في الحقيقة. متى لم يصبر على هذين الحبسين وفر منهما الى، من يكمل؟ فضاء الشهوات، يعمل اللي هو عايزه. أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا. الحتة اللي جاية دي عايزك تبروزها، تحفظها بقى كده وما تنسهاش. قال فكل خارج من الدنيا، إما نقط وإما نقط. إما خارج من الحبس، الله ينور عليك، إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. تختار أنت بقى لنفسك إيه؟ يا رجل هي الدنيا كم سنة؟ في أيامنا دي غالب الناس بتعيش كام؟ 70 سنة. خليها 100. اللي بيعدوا 100 كام؟ كم في المية؟ عدد قليل. خليك هتعيش 200 سنة، قصاد يوم القيامة 50,000 سنة يطلعوا كام؟ 100 قصاد 50,000، ها؟ مش راح كده؟ دقيقة، تمام؟ طب 100 قصاد ما لا نهاية؟ لا شيء، صفر، لا شيء. اللي هي ايه ما لا نهاية؟ هي الجنة. يبقى تصبر الكم سنة دول ولا تهرب من السجن؟ في ناس في مساجين هربوا من الايه؟ من السجن، صح ولا مفيش؟ مش صح كده؟ اه هاربين من السجن، ما بيقومش يصلي الفجر، هارب من السجن، صح ولا مش صح؟ تمام. علاقات على الصفحة بتاعته، ويبعت لي دي طلب صداقة ودي ويكلم دي ومش عارف ايه، هرب من السجن، صح كده؟ مقاطع وأفلام ومسلسلات وعراية وبتاع، هرب من السجن. رشاوي بقى وربا وأكل حرام، ده برضو إيه؟ هرب من السجن. عقوق والدين، على إذاء جيران، على إذاء زوجة، على هي إذاء زوجها، كل المعاصي كده في الحقيقة هي هروب منين؟ سجل هروب، صح؟ لكن الإنسان اللي هو بيتحكم في نفسه ده إيه؟ ايوه كده، مسجون، محبوس. بس ده بنسميه الحبس اللذيذ، ها؟ اما تبقى محبوس لربنا، ها، على طاعه الله سبحانه وتعالى، دي حاجه وحشه؟ معتكف، اه زي المعتكف كده. ما هو الاعتكاف زيها، خدت بقى؟ اه ما هو حبس برضه. هو الاعتكاف اصله الايه؟ ها، الحبس اللي هو يحبس نفسه في المسجد 10 ايام على اطلعش، تمام كده؟ اهو الدنيا ممكن تسميها اعتكاف ايه؟ كبير. اعتكاف كبير، اللي انت تعمل اللي ربنا امرك به وتترك ما ايه؟ ما نهاك الله عنه. لما توفي داود الطائي راه بعض الناس في المنام، بعض الصالحين، وهو يعدو. يعني ايه بيعدو؟ بيجري. فقال له ايه؟ قال له الان تخلصت من الحبس، اللي هو بعد ايه؟ بعد ما مات، تمام؟ فصاحبنا ده اللي بيحلم صحي، سمع الناس بتقول مات داود الطائي، يعني اول ما مات
حالا بيه بي ايه بيجري. اللي بيجري ده اللي انت اكنك مثلا فعلا كان ايه محبوس وايه والطلق كده. تشوف الناس مثلا كان واخد 10 سنين ولا 20 سنه سجن اول ما يفتحوا له بالسجن. شوف الاحساس ده. ما بالك بقى اللي كان محبوس 100 سنه ولا 150 سنه ولا القدام اللي كانوا بيعيشوا مثلا 500 سنه و600 سنه. ما بالك لحظه بقى الموت اللي هي لحظه ايه ها الافراج. لحظه الافراج كله خارج من الدنيا، اما متخلص من الحبس واما ذاهب الى الحبس. وليتفكر العبد ايهما ايسر، ان يصبر على طاعه الله عز وجل هذه الايام المعدوده ليخرج من الدنيا الى اطيب فضاء واوسعه، ام يتجاوز الحدود ويقترف المحرمات ويعيش حياته كما يريد فيخرج من الدنيا الى ذلك الحبس الفظيع. وهل الصبر الا حبس النفس على ما تكره؟ تعريف الصبر نفسه حبس النفس على ما تكره. يعني حتى لو كانت حاجات مكروهه للنفس بس لازم تحبس نفسك عليها، لانها طاعات ربنا امرك بيها. وهو وان كان في شيء من المشقه والتعب لكنه مما تستطيعه النفوس، والا لما كلفنا ايه الله عز وجل به. إذن تصبر على طاعة الله، اثنين تصبر عن معصية الله، ثلاثة تصبر على الأقدار المؤلمة. واحد فلوسه راحت، واحد عياله ماتت، واحد كذا واحد كذا، تعمل ايه؟ هتصبر. طب ما صبرتش ايوة، لو ما صبرش هيعمل ايه؟ مش هيغير حاجة من القدر. يبقى انت استثمر المصيبة اللي انت تاخد عليها ايه. وبعدين ده واجب، واجب انه يصبر. ربنا هنا بيمتحنك ان انت لو ابتليت هيبقى ايه رد فعلك. ما انت بدون بلاء، لو واحد قالك كده، لو انت ربنا ابتلاك بكذا هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ طبعا هنصبر. ما ليه ده انت تقول له ايه؟ لا يا راجل، ده صبر ايوب، انت بتتكلم في ايه؟ صح كده. تلاقيه بيرسم لنفسه ايه مقامات عالية. تمام. طب لما بقى يجي للمحك اللي هو الايه الابتلاء، بيبان ايه بقى؟ عشان كده ولا نبلونكم حتى نعلم. هو ربنا لا يعلم، يعلم ما ليه هنا حتى نعلم، اللي هو العلم اللي هتتحاسب عليه. لان انت يوم القيامة ممكن تيجي تقول تحتج على ربنا، يا رب لو ابتلتني كنت هبقى كذا. لا، يبقى يبتليك بقى عشان ايه اللي جواك ايه يطلع. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو. وتلاقيها برضو في آل عمران، وليعلم الله ايه ها الذين امنوا منكم ويعلم الصابرين. تمام كده. وهتلاقي كمان في المعنى ده بقى كلمة جميلة جدا لبعض السلف بيقول فيها ايه، قال تساوى الناس في العافية فإذا كان البلاء تباينوا. يعني تساوى الناس في العافية، أهو قدام الناس كويسين وحلوين ومؤمن وأخ ومصلي في العافية. طب لما ينزل البلاء يعني تباينوا، يعني اللي هنا حيبان هيختلفوا. زي ما قلت لكم اللي واقفة على المقابر بعد أبوها ما مات بصت للسماء، أنت خدته ليه؟ أنا بكرهك، بتقول لربنا كده. طب قبل ما أبوها يموت يعني بتصبر وتصلي قدام الناس، هي مؤمنه وصابره، خدت بالك؟ صح كده. لكن عند البلاء بان اللي جوه. عرفت بقى حكمه هي من حكم الايه؟ يبقى صبر على الطاعه، صبر عن المعصيه، صبر على الاقدار المؤلمه. من الادله، وده رقم كام؟ 22. عنوانه ايه؟ المكاره اللذيذه والشهوات البغيضه. 22. وهذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كما عند مسلم. وفي رواية البخاري بدل حفت إيه؟ حجبت. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ورواية البخاري زي ما سمعته حجبت، وده من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ تمثيل جميل حسن، عايز يبين لك ان ما فيش وصول للجنة الا بايه؟ ها؟ بارتكاب بفعل المكاره. طب ايه مكاره؟ كلمة مكاره يعني ايه؟ النفس مش حباها. النفس مش حباها. يعني المستني ده لما نفسه تحب الصلاة وتقول له يلا نصلي، مش هتصلي. انت لازم ايه؟
تكرهها، قوم عشان صلاة الفجر. ما كله بيحب ايه؟ بيحب النوم، خصوصا في الشتاء وفي البرد. او يعني لو قام يقولك هصلي في البيت ويضيع عليه ثواب الجماعة، والجماعة واجبة. محدش بيحب يطلع صدقات كل يوم 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه و10 واكتر، او في الشهر تلت المرتب. فاكرين القصة؟ مش هيحب، لكن النفس مش هتخليه يعمل كده. لازم تعمل ايه معاها؟ تكرهها. مكروهة الحاجات دي للنفس. النفس ما بتحبش ان هو يطلع كل سنة حج، ما هو معايا ربنا موسع عليه. اللي عايز يعمل ايه في الفلوس؟ ياخد بقى، هتجيب له بقى مبررات كتيرة. النفس ما بتحبش، ما بتحب يبقى الحاجات دي بالنسبة للنفوس ايه؟ محبوبة، مكروهة، اللي هي الطاعات، اللي هي اللي حفت بها الايه؟ الجنة. يبقى انت عشان توصل للجنة لازم تعمل ايه؟ تعمل المكاره دي. طب والنار؟ وحفت النار يعني بقى الشهوات، اللي هي بقى المحرمات والمكروهات. يعني عشان واحد يوصل للنار هيمر عن طريق الايه؟ كل حاجه الحرام. خد بالك، عشان يرتكب المحرمات حتى يصل الى النار، والعياذ بالله. وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل الى المحجوب. هتك حجاب الجنه باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. اما المكاره كما يقول النووي رحمه الله، فيدخل فيها، قولوا كده، المكاره يدخل فيها محرمات، المكاره يدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها. خد بالك من كلام الأئمة، يعني عايز أقول لك المواظبة على العبادة ده بالنسبة للنفس إيه؟ مكروه، تحبوش. ها؟ مش مكروه واحد بيكره ربنا، بيكره، لا، مش ده القصد. النفس بتحب الراحة واللذة النوم أريح. خدت بالك؟ فهو لو ما جاهدهاش مش حقيقي، مش هيقوم بالعبادات دي. يبقى الاجتهاد في العبادات، المواظبة عليها، الصبر على مشاقها، ده برضو كلمة المشقة هي، وكظم الغيظ. وانت لما واحد يستفزك ممكن تعمل ايه؟ مش انت كسرته؟ صح كده؟ يضربه، يكسره، يجي يموته، صح كده؟ بعد صلاة عيد مرة من سنة من السنين، واحد بس بيتكلم مع واحد كده، مسكوا في بعض، لقينا واحد منهم على الأرض ومفيش صوت خالص، خفنا يكون كده. فالحمد لله لحقوه، فوقوه. التاني طلع بيلعب، شايف لعبتي كده، عمل له حركة، واخد بالك؟ شوف الجرأة. طب افرض كان مات، أو طالع من صلاة عيد، افرض كان مات من الحركة دي، تلقى ربنا سبحانه وتعالى بإثم قتل نفس. شفت النفس والعياذ بالله بتعمل في، والشيطان بيعمل في الإنسان إيه؟ في حين إن هو لو كان استعمل العلاج بتاعنا ده، وكظم الإيه؟ الغيظ. خدوا بالكوا، ده أكتر عند الناس اللي ربنا أتاهم القوة، يعني الأجسام كده ما شاء الله. خدت بالك ليه؟ ما حد يكلمه أو يعكسه، ما هو إيه؟ ده بيكلمني فبتلاقيه على طول ايه؟ اندفاع. الا من اتاه الله الحلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الايه؟ شوف حماقات البشر واخطاء البشر قد ايه؟ لا، الواحد مننا حماقاته واخطاءه قد ايه؟ وبتتكرر هي نفسها كم مره؟ طب وربنا بيعاملك ازاي؟ سبحان حليم. طب انت لما تتصف بالحلم مش ربنا يحبك؟ خد بالك بقى، يبقى كظم الغيظ ده داخل في المكاره، لان المحبوب للناس ايه؟ ان هم ينتقم، ياخد حقه. ممكن اسيب حقه؟ ممكن. ايه اللي انا خالص ممكن اصبر على اللي اذوني واعفو عنهم، زي النبي ما عمل مع صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ وكان دي عداوه للدين ولا كانت حاجات شخصيه؟ لا، دي كانت عداوه للدين وصفح عنه. بس كتير مننا يقول لك لا ده دين بقى، خدت بالك، ما عمري ما سامحه. ده ليه يا عم؟ هو الرسول صفح عنه وعفى عنه، ذهبوا فانتم الطلقاء، ودعا لهم لما ضربوه في غزوه احد، وبرده في رحله الطائف، عشان دي بقى عايزه وما يلقاها، عايزه مجاهده، عايزه عبور جسر تعب، خدت بالك، عايزه قلب يتصلح. عشان كده ده هيجي في العلاج بتاعنا ان شاء الله، العشر وسائل اللي احنا قلنا عليهم في العلاج. يقول: وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء
مش بقى مش احتمال بس انك كمان ايه تحسن لي والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. واما الشهوات التي حفت النار بها فالظاهر انها الشهوات المحرمه كالخمر والزنا والنظر الى الاجنبيه والغيبه واستعمال الملاهي ونحو ذلك. واما الشهوات المباحه دي فيها بقى ايه الشهوات المباحه؟ الشهوات المباحه لا تدخل في هذه، لكن يكره ايه الاكثار منها فوق الحاجه مخافه ان يجر الى المحرمه. وده واقع بعض الناس، لان هو مثلا ربنا وسع عليه فيوم يعمل ايه اسراف، خدت بالك؟ يجيب حاجات مش محتاجها، خدت بالك؟ ومش هيستعملها، وممكن يستعملها في الحرام كمان، او ممكن يجيب الحاجات دي من حرام، يقع في الاسراف المحرم. وده ممكن يوصله ليه؟ قال مخافة ان يجر الى المحرمة او يقسي القلب. تلاقي القلب كده مش حاسس بلذة الايمان. ليه؟ لان هو بقى هدفه وهمه وغايته تنعيم البدن، ياكل احسن اكل ويشرب احسن شرب ويلبس احسن حاجة والعربية كل موديل جديد ينزل. اكتر من الحاجة خد بالك بيصرف عن الاخرة وهم الاخرة والاشتغال بيها. عشان كده بعض الشباب يقول لك طب ما ابو بكر كان من اغنى الاغنياء وعمر وفلان وفلان، طب وانت قلبك زي قلبه؟ لا. زي ما هتحرص كده على التجارة والتوسع فيها وكده، القلبيات بتاعت ابو بكر هتحاول تتشبه بيه فيها؟ هتحاول تصلح برضه هنا عشان الحاجات دي ما تضيعكش؟ هو ده الخطر. الاكثار منها قد يجر الى الحرام او يقسي القلب، اسمع، او يشغل عن الطاعات، او يحوج الى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها. خدت بالك؟ اللي هو محتاج عنده بقى بيت واثنين وثلاثة واربعة، يبقى البيوت دي محتاجة ايه؟ رعاية، مصاريف. طب مصاريف هيعمل ايه؟ شغلانة واحدة مش هينفع، يعمل ايه؟ طب والدروس بقى؟ لا درس ايه؟ مش هيجي. خدت بالك؟ طب القرآن؟ طب شغلك في الدعوة؟ طب مش هتلاقي بقى، هيبدأ يبعد، يبعد حتى ممكن اول يبعد عن المستحب اللي هو ما فيهوش اثم، اه بس بعد كده هيبعد عن الايه؟ وهيأثر في الواجب. وهذا من كلام النووي رحمه الله، وهذا ما نقصده إخواني بجسر التعب، لا بد من احتماله. ثم ينبه رحمه الله إلى خطر الإكثار من الشهوات المباحة، المطعم والمشرب والمنكح والمسكن والمركب، ويبين مخاطر ذلك. وكم من الناس جره التوسع في المباح إلى الوقوع في الحرام، أو انشغل بذلك حتى ضيع الفرائض وأهمل حظه من الآخرة فقسى قلبه. وتفكر معي في التعبير النبوي حفت وحجبت، كأن بين العبد وبين الجنة مجموعة من الحجب أو الجدر. عشان توصل للجنة لازم إيه؟ تخترق، تمام؟ وتتخطى هذه الحواجز حتى وإن كان هناك مشقة. نعم لابد أن تصبر. وكأن بينه وبين النار طريق مفروش بالشهوات، عشان يوصل للنار هيستمتع كما هو حال العصاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الشهوات ويذمها وإن مالت إليها الإيه؟ النفوس، ويحضنا على الطاعات ويرغبنا فيها وإن كرهتها النفوس. أمور كريهة إلى النفوس لربما من أجلها زهد البعض في الجنة بمجرد سماعه عن المكاره. ولذلك لما رأى جبريل الجنة وقد حفت بالمكاره قال إيه؟ قال جبريل وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. اللي هي الجنة ليه؟ لأنه شاف حواليها الإيه؟ المكاره. ولما شاف النار حفت بإيه؟ بالشهوات. قال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. ليه؟ لما يلان النفس إلى الشهوات وحب اللذات وكسالها عن الطاعات. قال الحافظ كأنه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها بالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. وأنت تلحظ تكرر لفظ المشقة لدى شراح الحديث. إذن هو أمر مستقر متقرر أنه لا وصول للجنة إلا من خلال جسر التعب، ومن ظن خلاف ذلك فهو مخطئ أو واهم أو جاهل. هتقول لي أخيرا طب أنت مش شايف العصاة من حواليك أو الكفار عايشين إزاي ومتمتعين إزاي واللذة اللي هم فيها؟ عشان كده أختم أقول إيه، لا يغترن أحد بما عليه من خالفوا هذا الطريق فغرقوا في بحار اللذة بحار الشهوات، فأطاعوا شهواتهم وعصوا الله عز وجل
وربما بالمعصية التي لا يغفرها الله اللي هي الايه الشرك والكفر، كمن وجد نفسه في أسرة كافرة واستبان له الحق فلم يسلك طريقة وغلب على قلبه التعلق بالشهوات من مال وجاه ومنصب ونحو ذلك، كأنه لو أسلم سلب منه كل ذلك، أو حال من عصى الله بما دون الشرك كمن غلبت عليه شهوة الجنس فواقع الحرام وتخطى الحدود، أو شهوة النوم فضيع الصلاة، أو شهوة التوسع في الملذات فمد يده للحرام. هؤلاء وإن كانوا في لذة ومتعة وراحة لكنها إيه؟ مؤقتة وإيه؟ منغصة وإيه؟ زائلة وإيه؟ فيما يظهر للناس، لأن السعادة في الحقيقة سعادة الإيه؟ وهم يتخطون بهذا الحجب التي تستر الإيه؟ النار إن لم تدركهم رحمة الله. أما أهل الطاعة فيتخطون الحجب التي تستر الجنة ويعانون المشقة والصعاب والمكاره كي يصلوا إليها. بذا إخواني نكون قد أتينا على بيان أنه لا وصول إلى ما تصبو إليه من الطاعة والإصلاح والتغيير في العلم والعمل وفي الدعوة إلا بأن تحتمل المشقة، إلا بأن تصبر. وربما البعض يعني يلتبس عليه أمر ومسألة فيقول هل هذه المجاهدات فقط في جانب الطاعات، المشقة دي والتعب والنصب فقط في جانب الطاعة والمعاصي عشان محببة للنفوس ما فيش فيها مجاهدة لنا سيبها؟ هو ده بقى الدليل اللي هو رقم 23، وفي ترك المعاصي مجاهدات، وهضرب لكم أمثلة وكيف هي صعوبة صعوبة المجاهدة لترك المعصية خصوصا في زمن القابض فيه على دينه كالإيه؟ كالقابض على الجمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما نبدأ به في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقينا شر نفوسنا، وأن يعيننا على تخطي الحجب إلى الجنة، وأن يصرفنا عن النار وشهواتها. أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.